بونجور يا حبيباتي، انا بس النهاردة عايزة اقول لكم ايه اللي ناقص من الكليهات الفضة 925 الشكر اللي هي على قد الرقبة، اللي اتعملت هاند ميد مع تريجر جولري، وكانت حاجة مميزة جدا لان اتعمل الكوليه بالبرج اللي خاص بكل واحدة ومعاه الحجر اللي بيمشي مع كل برج. للأسف أنا معاك أهو بقرا عشان خاطر أشوف إيه اللي اتباع وإيه اللي ما اتباعش. الحمل برج الجدي اللي هو كان بالعقيق اتباع، عندنا برج الدالو اللي هو شهر 2 الأماتيست، اللي هو ده برج الدالو الأماتيست شهر 2 لسه موجود. عندنا كمان برج الحوت اللي هو شهر 3 اللي هو الأكوا مارين، زي ما غنى عمرو دياب لدينا الشربيني دندن حبيبتي، ده الأكوا مارين شهر 3 برج الحوت موجود. عندنا برج الحمل اللي بالألماس، خلاص ده أخدته حبيبتي وصاحبتي أماني عبده الجميلة. برج الثور اللي هو شهر 5 برضو مش موجود، أعتقد أخدته المذيعة الجميلة حنان يعقوب، أيوة أعتقد هي اللي أخدته، مش فاكرة قوي. برج الجوزاء أخدته حبيبتي وصاحبتي مروة أحمد الجميلة اللي هو كان باللولي الأبيض. برج السرطان اللي هو حجر الياقوت الأحمر أهو لسه موجود، اللي هو شهر 7 برج السرطان بالياقوت الأحمر موجود. برج الأسد، لا سوري ده برج الأسد اللي أخدته حنان يعقوب المذيعة الجميلة، أخدت برج الأسد اللي هو كان بالزبرجد الاخضر، تمام. برج العذراء حجر الياقوت الازرق اللي يجنن اهو لسه موجود، اللي هو بتاع الشهر ده برج العذراء، اللي عنده حد عايز يهديه برج العذراء، دي اجمل هديه، البرج بالحجر اللي بيمشي مع البرج ومع البرج الياقوت الازرق ومدموغ، شكر على قد الرقبه في منتهى الشياكه، هاند ميد محدش عمله غير تريجر جولري شوب. عندنا كمان برج الميزان الأوبال، ده برضو اتباع، برج الميزان الأوبال اتباع. عندنا برج العقرب اللي بحجر السترين اللي هو شهر 11 ده موجود، برج العقرب بتاع شهر 11 حجر السترين موجود لسه يجنن. عندنا برج القوس حجر الفيروس عندنا موجود، برج القوس شهر 12 حجر الفيروس برج القوس. وعندنا كده اعتقد كله خلص، وده بس اللي موجود، يبقى احنا اللي موجود عندنا زي ما قلنا برج الدلو، وموجود عندنا الاكوا مارين اللي هو برج الحوت، ولسه عندنا البرج السرطان اللي بالياقوت الأحمر، ولسه عندنا برج العذراء اللي بحجر الياقوت الأزرق، وعندنا السترين برج العقرب شهر 11 عندنا برضو لسه موجود، وعندنا برج القوس حجر الفيروز، والباقي كله اتباع يا حبيباتي
لحقوا العرض 1500 بدل 2500، لانه طبعا فضة 925 هاند ميد. البرج مش سهل يتعمل هاند ميد، شكر على قد الرقبة في منتهى الشياكة، ممكن تطولي وتقصري. بالأحجار الكريمة الأصلية اللي جاية من لبنان. وبقول لكم بونسوار، وأسفة لو طولت عليكم. موني منيب، تريجر جوليري شوب.